والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف لهذا اليوم. البداية مع إلي الفرزلي والأخبار. كتب إلي الفرزلي: البطاقة التمويلية $15 للفرد. البطاقة التمويلية تحولت إلى مخدر يستحضر كلما ازداد الضغط على الناس. هذه المرة يفترض اللجنة الوزارية المعنية قد أنجزت معايير الحصول على البطاقة على أن يعلنها رئيس الحكومة سريعا. التسجيل سيتم إلكترونيا وتقييم الطلبات كذلك، لكن اللجنة الوزارية لم تحسم أمورا جوهرية تتعلق بعمل البطاقة، فلا حسمت عملة الدفع من دولار أو ليرة، ولا حسمت آلية الدفع المصارف وسترن يونيون أو وكالات الدفع المحلية، لكنها لم تتردد بتخفيض المبلغ المستحق لكل فرد، فصار $15 بدل من 18. ولكي تحافظ على الحد الأقصى الممكن لكل عائلة، استحدثت $11 لمن هم فوق 75 سنة. إضافة إلى استثناء الأسر المستفيدة من برنامج آخر يستثنى من الحصول على البطاقة التمويلية كل أسرة مقيمة حاليا في لبنان لفترة تقل عن 6 أشهر متواصلة في العام، باستثناء من هم دون 23 عاما. يستثنى الأسرة التي يفوق دخلها السنوي الإجمالي مبلغ $10,000 أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية مهما كان مصدره. أيضا يستثنى الأسرة التي يفوق إجمالي ودائعها المصرفية $10,000 بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، أي ما يقارب وديعة مصرفية بقيمة $50,000 مصرفي أو 200 مليون ليرة على سعر $20,000 للدولار. أيضا تستثنى الأسر التي تدفع بدل إيجار سنوي يزيد على $3,500 نقدا أو ما يعادله بحسب سعر الصرف في السوق الموازية. وتستثنى الأسرة التي تملك سيارتين أو أكثر سجل أحدها بعد العام 2018 ويعود تاريخ صنعها للعام 2017 وما بعده. وأيضا تستثنى الأسرة التي تستعين بخدمات مدبرة منزل أو أكثر. ننتقل إلى الأنباء الكويتية التي كتبت: أشارت مصادر متابعة للأنباء الكويتية إلى استمرار الاختلاف حول رفع الدعم الحكومي للسلع علنا ورسميا في ضوء مخاوف البعض من أن يؤدي هذا الأمر إلى انفجار شعبي كبير، لافتة إلى أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أمهل المعنيين حتى 20 من الشهر الحالي، فإما أن يشكل الحكومة وإلا فالاعتذار. ولفت إلى أن هذا التوقيت مرتبط بحملة من استحقاقات ملحة أبرزها الجولة الثانية للمؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس وقرر تقديم الدعم المالي الإنساني والصحي للبنان على أن تكون هناك حكومة لبنانية فاعلة، موضحة أنه في حال استمرار العقبات الداخلية والخارجية المرتبطة بالحكومة عندها يعلن ميقاتي اعتذاره مقرونا بإجماع القوى الداعمة له على مقاطعة أي استشارات يدعو إليها رئيس الجمهورية ميشيل عون لاختيار رئيس مكلف آخر. إلى صحيفة الجمهورية والمانشات التي علق ميقاتي عليها ضمن الموجز، طبعا وضعنا هذا الأمر أنه لم يجري أي مقابلة مع الجمهورية. في الجمهورية تقول أن ميقاتي قال للجمهورية: أنا أعلم أن المهمة صعبة جدا وأن تكليفي أصبح الأمل الوحيد، ولقد أقدمت على هذه الخطوة لكي أؤلف حكومة وليس لأي شيء آخر، ولكن لن أشكل حكومة على غرار سابقاتها، فنعود بعد 3 أسابيع لنتحدث عن خلافات ونزاعات داخل مجلس الوزراء على مشاريع القوانين والقرارات التي سنتخذها. وأضاف ميقاتي للجمهورية: أنا لا أطالب بصلاحيات استثنائية، لكن أقله أن أستطيع ممارسة صلاحياتي كرئيس لمجلس الوزراء من أجل العمل. ونفى أن يكون قد ألغى موعدا له في القصر الجمهوري، مؤكدا أن لا موعد تم الاتفاق عليه أصلا، لأن الاتصالات التي قمنا بها لم تثمر لقاء، وهذا الأمر كان واضحا في كلامي بعد اللقاء الأخير. إلى ذلك أبلغت أوساط قريبة من رئيس الجمهورية ميشيل عون الجمهورية أن هناك احتمالا لتشكيل الحكومة في الأسبوعين المقبلين، وأنه يسعى بكل طاقته أن تتم الولادة المنتظرة خلالهما. في هذه الأجواء تبخرت المعلومات التي تحدثت عن موعد محتمل للقاء 7 بين عون وميقاتي من دون أن يصدر عن الطرفين أي موقف يتحدث عن الأسباب التي حالت دون عقده أو تحديد موعد جديد له. في مانشات الجمهورية عن المازوت والبنزين: بحسب معلومات الجمهورية من مصادر رفيعة في القطاع النفطي، فإن المخزون المتبقي من مادة المازوت لدى كل الشركات المستوردة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني لمادة المازوت يكفي استهلاك السوق فقط لمدة 3 أيام. وأسفت المصادر لأن الاحتياط الاستراتيجي من مادة المازوت في لبنان أصبح يحتسب لمدة 3 أيام فقط، في حين أن هذا الاحتياط يحتسب في أي بلد في العالم بمدة 3 أشهر وأقله لمدة شهر.
ننتقل إلى نداء الوطن التي كتبت في المانشات استياء دبلوماسي منعون ينحر شعبه. تقول نداء الوطن أمام ارتفاع أسهم فرضية أن يكون الرئيس نجيب ميقاتي ثالث رئيس مكلف على التوالي يطيح به عون بعد مصطفى أديب وسعد الحريري، بدأ منسوب الاستياء يتصاعد في الأروقة الدبلوماسية من أداء رئيس الجمهورية الذي يمعن في نحر شعبه ويزيد من عذاباته عبر الاستمرار في وضع العراقيل في وجه تأليف حكومة الإنقاذ الإصلاحية. كما عبرت أوساط دبلوماسية كاشفة أن باريس على دراية بالعقبات التي يواجهها الرئيس المكلف الجديد وتواكب عن كثب مجريات المشاورات الحكومية الجارية. في السياق نفسه علم أيضا أن موسكو أبدت خشيتها من التداعيات الكارثية للتأخير الحاصل في تشكيل الحكومة اللبنانية، وأعربت عبر قنواتها الدبلوماسية مع المسؤولين اللبنانيين عن استغرابها الشديد للاستمرار في سياسة وضع العراقيل بوجه تشكيل الحكومة بشكل سيؤدي إلى انهيار كامل في البلد وقد يكون غير قابل للإنقاذ. وعلى الأثر كشفت مصادر معنية أن عون سيعمد إلى إفادة مستشاره للشؤون الروسية أمل أبو زيد الاثنين المقبل إلى موسكو لمحاولة تطويق مفاعيل الانتعاض الروسي وشرح أسباب تأخر التأليف من المنظور العوني. نختم مع لبنان 24 التي كتبت: مع ارتفاع الخط البياني لمسار التحقيقات الذي يعتمده المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من خلال الاستمرار بتسطير كتب الاستدعاءات للمثول أمامه ومن بينها أسماء كانت وردت في ملف المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان كان آخرها استدعاء الرئيس حسن دياب لجلسة استجواب في 26 من الجاري، يؤكد مصدر قضائي للبنان 24 أن من نصح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالتزام الحجر الصحي لأيام بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقا أنه مصاب بكورونا بحسب ما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء إنما سدد ضربة محكمة جنبت البلد ولو بشكل مؤقت من شر مستطير لا يدرك أحد مداه أو عواقبه. المصدر القضائي يشير أيضا إلى أن المحقق العدلي لا يبدو أنه في وارد التراجع عن خط التحقيق التصاعدي الذي يتبعه مرتكزا إلى تأييد وزخم شعبيين والتفاف حوله نادر الحدوث في لبنان من قبل أهالي الشهداء والضحايا بشكل خاص ومن اللبنانيين بشكل عام، بالتالي فأن هدنة الحجر الصحي لا يمكن أن تدوم طويلا، فماذا بعد 26 آب؟ ومعنا الآن عبر تطبيق زوم ويليام نون شقيق الشهيد في فوج الإطفاء جو نون. صباح الخير ويليام. صباح النور. صباح النور. بكرة في تحرك تواكب تزامنا مع انعقاد الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر اليونسكو في للنظر طبعا في القرار الاتهامي في تفجير المرفأ. كنت كاتب امبارح على الفيسبوك عفوا عن هذا التحرك، جميع الأهالي أيضا سيشاركون في هذا التحرك، للاطلاع أكثر عن هذا التحرك معك، ولكن نتوقف عند جملة كتبتها: هلا بلش الجد. أكيد. أول شيء وأحلى شيء أنه نازلين إن أهالي الشهداء الضحايا العسكرية المدنية الجرحى والمتضررين من الانفجار، فنحن بوحدة صف كتير كبيرة لأنه القضية وطنية وهالقد كبيرة. فاللي كنت كاتبه أنه هلأ بلش جد كنا نحكي بأربع آب، أنه من بعد أربع آب خلصنا نحمل صور ورود، خلصنا نحكي بدنا نفعل. اللي بدنا نفعله بكرة أنه النواب أكيد عاملين تركيبة بين بعض ونازلين ينفذوها باليونسكو. نعم. اللي لازم يصير يا يتفشل النصاب يا الأهالي واللبنانية يمنعون يفوتوا على المجلس، لأنه اللي بده يصير جوا سري والصحافة مش حتكون موجودة، فحيالنا نائب ممكن يصوت تصويت أنه مع عدم رفع الحصانة أو تحويلها المجلس أعلى محاكمة رؤساء وزراء ويطلع البرا يكذب علينا يقول لنا أنه هو صوت معنا. نعم. ونحن أبدا ما عندنا ثقة بالنواب لأن كلهم كذابين إلا في كم حدا اللي هو عم بيعطينا موقفه قبل ما يروح، ونحن يمكن الليلة نعمل حملة نتصل بالنواب كلنا ونشوف كل واحد شو رأيه وشو موقفه ونحطه على الإعلام ونشوف نعمل حملة اسمها الحق النائب عباب داره أو الكذاب عباب داره تنشوف إذا بيخبروا أهل الشهداء شو بيعملوا شيء تاني. نعم. ونحن الهدف الأساس من القصة أنه يتركوا الملف مع القاضي بيطار مش يحاولوه على المجلس الأعلى المحاكمة الرؤساء والوزراء، لأنه هالمجلس سقط أصلا مش موجود وثمان نواب وسبع قضاة بعتقد ثمان نواب هن رح يقرروا بالدنيا، فكيف واحد بده يعمل جرم ويجي يحاكم حاله؟ بعدين قانونيا هالمجلس بيكون اذا النائب قوص على الناس على الطريق او صار معه حادث السياره مش بالقتل عمدا بيتحاكم قدام هالمجلس. من هيك نحن ندعي كل الناس شاركنا، وانا بقول لهم انه بكره اهم من اربع اب، اربع اب عملنا نهار كثير كبير شعبي وناجح
بكره هو النهار الاهم والاصعب اللي هو التحدي، نمنع النواب يعملوا اللي بدهم اياه ويفشلوا القضيه تبعنا ويكون راح دم الشهداء كله على الفاضي والضحايا. نعم، اي ساعه راح يبلش التحرك تبعكم وكيف منطلقين وشو بالتدرج يعني الخطوات اللي راح تعملوها؟ نحن الاهالي صراحه راح نكون موجودين من الليل بالليل حول اليونسكو، راح يمكن نحط خيام حتى، الناس راح تبلش توصل من 8 ونص لل 9 تقريبا، هن بعتقد النواب ببلشوا يوصلوا بهالوقت، فالتحدي الاكبر نمنعهم يفوتوا، واكيد اكيد كل حدا انتقد انه 4 اب كان سلمي، انا بقول له بكره انزلوا فرجينا قوتك، كل واحد بيقعد ورا التليفون على الفيسبوك او على السوشيال ميديا بيحكي، مش هالمطرح المناسب تعبر عن رايك، المطرح المناسب هو الشارع، لانه الشارع المطرح الوحيد اللي نوابنا ومسؤولينا بيسمعوا فيه، لانه هن ولاد شارع صراحه بعتذر منك يعني، بس غير هيك مش عم يفهموا معنا، عم نحكي عم نحكي عم نحكي لنا سنه، ونحن حاطين ضحايا ودم وهن مش عم يفهموا. نعم. ولا عم يصعبوا انه نحن موجوعين، ولا نحن بدنا العداله بس ولا اكثر ولا اقل، العداله لازم توصل للاهالي، هذا الشيء الوحيد بسكتنا، من هيك بدأ كل الناس بكره تنزل تشاركنا، توقف حدنا وتوقف حد حالنا، هالملف بخص كل اللبنانيه، وانا بقول لهم بكره هو النهار الاصعب والنهار الاهم، اهم من 4 اب اللي عملناه بكره. انت كاتب ويليام، انت كاتب انه رح يكون التحرك عنفي، اخدين قرار انه يكون عنفي التحرك؟ هي مش قصة اخدين قرار، بعتقد كل ام او باي او خاي او حيالله حدا رايح له شهيد وضحية بالبيت او نعم. رايح له بيته رح يشوف حيالله نايب فايت يصوت عينون يمنع يطمس الحقيقة، بعتقد رح يكون في عنف يعني، هذا يعني؟ ابسط شيء. نعم. يعني النايب الفايت النايب الفايت يمنع الحقيقة عن مقتل خي ومقتل فوج الاطفاء مقتل المدنية مقتل موظفين المرفأ والأطفال ماتوا ببيوتهم، هذا فايت يصوت عينون يمنعنا نعرف شو اللي صار ويمنع تحمل المسؤولية. نعم. فهذا أكيد مش حنتصرف معه بطريقة سلمية أكيد. نعم، ومش خايفين من ردة الفعل خصوصا أنه سبق هيدا في تحرك سابقا وصار في يعني مواجهة مع الأهالي وأذى الأهالي. إذا حدا من الأهالي أكل عصا وأكل شغلة بسيطة، يعني اللي حطيناه بأربع آب كبير قد ما نحط هلا مش حيوازي اللي نحط بأربع آب. بعتقد الصعب بس هو انه حدا يموت، غير هيك شو ما يصير مش مهم. نعم. وحرس المرأة بيوجه لهم رساله، يعني على طول بيتعاملوا بطريقه عنفيه مع الاهالي ومع كل الناس اللي بتظهر قدام المجلس، انا بقول لهم نحن اهالي ضحايا وانتم مفروض تكونوا عسكر، فكونوا المره واحده عسكر واحترموا اهالي الشهداء بس ينزلوا على الطريق، لانه كان ممكن كثير حدا منكم يكون واقف محلنا. نعم. يعني حيدوا لنا شوي الملف السياسي، ومجلس النواب هو مش اللي نبيه بري، هي المجلس لبنان كله، يعني مش انتم تحموا المجلس كانكم عم تحموا بيت نبيه بري. مو بيت نبيه بري خي محل ما لازم، المجلس الكل اللبناني وقلنا حننزل نعبر بالطريقه اللي بدنا اياها، هي الرساله موجهه لحرس المجلس للمسؤولين تبع حرس المجلس، نحن اهالي شهداء وبدنا العداله، قد ما تخبطوا قد ما تجربوا تضيقوا علينا قد ما تهينوا الناس رح نضل ننزل نضل نعلي الصوت. نعم. من هيك بدأ كل الناس بكره تنزل يخففوا حكي على السوشيال ميديا، يكثروا افعال بالشارع، لانه السوشيال ميديا مش عم يوصل للمسؤولين، الشارع بيوصل لهم بس. نعم، بنركز انه هيدا التحرك انتم داعيين له كاهالي شهداء، ولكنه تحرك اكثر يعني شريحه كثير كبيره من الناس معكم. نعم اكيد. يعني ودعوه للناس. صح، مثل ما قلت لك اهالي الشهداء وضحايا وجرحى ومتضررين. نعم. نحن كلنا صف واحد لاخر نهار بهالقضيه، رح نضل صف واحد تنوصل لنتيجه. نعم. ويليام نون شقيق الشهيد في فوج الاطفاء جو نون، انا بشكرك لوجودك معنا هذا اليوم.